فلما لا تكون السينما بديلا للكتاب وسبيلا لإنهاء الأمية الفكرية؟ لما لا يكون الإبداع والفكر وكذا وكذا بيتعمل بأرقى الأشكال؟ ليه ده يتحط أصلا في العلم؟ فالرسالة هنا كانت يعني أقول كسر نوع من الوصاية الجهل ما شئت فلتسميه، ونفاذ للناس أو يعني وصل للناس بأعظم إبداعات البشر عبر أرجاء الأرض على مدى الأجيال من كل المدارس. طيب إذا وصلنا للشارع المصري نريد أن نتحدث قليلا عنه. يعني أصلا كل برامج راديو أو تلفزيون هي كسر لتلك الحالة. القعدة اللي احنا قاعدينها دي أكثر ما أكره، ودي مش لغة تلفزيون. ابني اللي عنده 6 سنين يقول ده أسمعه التلفزيون، ده مش تلفزيون، هو عايز يشوف تلفزيون وسيط عايز سينما. يبقى ازاي يعني يبقى يتعمل؟ يعني اذا كانت من قبل قرن السينما قادره تروح للشارع وللقريه وكذا وكذا، ودي كاميرا ودي كاميرا، هي الكاميرا اللي هتأدي ده هي اللي هتأدي ده، طب اتحرك ليه؟ اخرج روح، يعني مفيش حاجه تعطل الامكانيه دي. يبقى ليه تتخلف عن كل برامجي؟ انك اذا كنت هتتكلم راديو او تلفزيون كان القصد فيها هي اولا انك تخرج من العلب دي من الاجواء المقفوله دي وتنتقل الى الحياه.